تاخد عملية الربط بين شاشة وشاشة وبين شاشة في نفسها. يعني بمعنى ايه؟ يعني لو انا عندي النص مثلا هنا عايز اربط دي بالشاشة التانية اللي هي الشاشة دي خلاص، وعايز احرك الشاشة دي يبقى نيكست وباك ليها زي ما انتوا شايفين النصين يغيروا مع بعض، شايفين النصين بيتغيرهم، انا عايز اغيرهم. طبعا لازم اعمل هنا الاول ستوب في كل فريم من الفريمات علشان انا محتاج اليوزر او الطالب بتاعي يقف هنا، فكل فريم من الفريمات دي هقف عليه وبخش زي ما تعودنا ويندو اكشن خلاص، بختار انا بقفل اهو جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول، بختار ستوب، يبقى انا عملت هنا ستوب وقفلت، وجيت على الفريم الثاني كده ويندو اكشن خلاص جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول ستوب خلاص. ولو انا عندي خمس ست نصوص لازم اعمل لهم ايه ستوب زي ما انتم شايفين علشان هو يقف وهو اللي هيبدل بقى ويقلب الشغل بتاعه. تمام كده هبدا ارجع للشاشه اهي اللي هي بتاعت الاندكس، انا عامل لها ستوب من المره اللي فاتت اللي كان اول كود خدته، وقفت على الزرار. الاكواد اللي انا هبدا اشتغل عليه هو كود واحد بس ليه تفاصيل، حاجه اسمها من ويندو اكشن خلاص، برضو جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول، حاجه اسمها جوتو. الكود بتاع الجوتو ده جميل جدا زي ما انتم شايفين، اختاره دبل كليك عليه كده. الجوتو ده لازم ينزل على زرار، لازم اتاكد اللي هو نازل ايه على زرار خلاص، علشان لما يبقى نازل على زرار زي ما انتم شايفين هيبدا يديني الشغل بتاعي. اول حاجه عندي بيقول لك انت عايزه يعمل ايه، اول اختيار فوق هنا دي المواصفات بتاعته اللي انا ببدا اغير فيها، بيقول لك انت عايزه جو تو اند بلاي، يعني لما يروح للشاشه اللي انت هتربطها بيه او اللي يروح للمكان اللي انت هتربطه فيه، عايزه يروح للمكان ده ويشغل الحاجه اللي فيه. زي ما احنا اتفقنا في البدايه كان في حاجه اسمها الموفي كليب بتشتغل انيميشن لو انا بشغلها، لو انت عملت اختيارت ده هتلاقيه اشتغلت، لو انت عملت ما عملتش ده واخترت الاختيار الثاني جو تو اند ستوب هيقف لحد ما اليوزر او الطالب بتاعك يعمل اكشن معين انت طالبه منه، يعمل اكشن او تفاعل معين. فاحنا هنختار جو تو اند بلاي عشان الدرس يشتغل او لو في حاجه انيميشن ايه تشتغل. تمام كده، وهنا بختار بيقول لك ايه بقى، انت هنا في السين عايز قرنت سين في نفس السين ولا عايز تربطها بسين تانية ولا عايز ايه بالظبط. لما نختار من هنا من الاسهم دي هتلاقي موجود نيكست سين، يعني السين اللي بعدها على طول في الترتيب خلاص، بريفيوس سين اللي هو السين اللي قبلها، ده ترتيب السين في الشاشه اللي هي بتاعت السين اللي احنا بنظهرها. خلينا نشوفها كده اللي هي من هنا خلاص، اذر بالانس سين ده الترتيب بتاعنا، يعني لما الاندكس دي اللي قبلها انترو واللي بعدها ايه الليسون 1 دي اللي بعدها، فده الاختيار الاولاني اللي هو نيكست سين او بريفيوس سين خلاص. وبعد كده حاطط لك اسماء السينات اللي احنا مسمينها خلاص، فانا هربطها بالسين اللي ايه مش بعدها بقى، السين اللي هي ليسون 1 ما خلاش اللي بعدها عشان احنا مش مرتبها، ممكن ليسون 1 دي تبقى الترتيب بعيد عن الثاني، فليسون 1 يبقى انا اخترتها كده. بيقول لك بقى انت ربطتها دلوقتي يا استاذي او يا استاذتي بالسين رقم واحد، محتاج تربطها بايه بقى جوه السين رقم واحد؟ عندك مديك اختيارات كتير، عندك مديك اختيارات اللي انت ممكن تربطها بفريم نمبر برقم فريم زي الفريمات اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي، يعني ممكن اربطها بفريم رقم 10 روح الفريم رقم 10 بفريم ليبر، فريم ليبر ده لو انا واقف على الفريم كده ودخلت للخصائص، الخصائص بتاعتي هنا شايفين ليبل هنا، ممكن اسمي الفريم ده باسم، فكده بقدر اربطها ايه بفريم ليبل زي ما انتم شايفين. خلينا نرجع للكود تاني اقف عليها اهو خلاص، جوتو كده انا وقفت عليها اهو معايا، فكده بيقول لك الاختيار بتاعك كده. تمام، يبقى انا عندي كده الاختيار، اتاكدوا ان الزرار اللي انا واقف على الزرار وليس فريم، اللي انا واقف على الزرار وليس ايه فريم خلاص. هقف هنا، انا كنت عامل ده سوري، خلينا نلغي ده واقفل تاني اهو، وقفت على الزرار، اتاكدت ان انا واقف على الزرار ويندو اكشن عشان الزرار لازم ينزل على الزرار، لو نزل على الفريم هيوديك على طول بدون اي افكت او اي حدث من الطالب. لو وقفت هنا كده هنكمل ده، فهنا بيقول لك فريم ليبل او فريم نمبر او الاختيار التاني ده بيخرجني بره، ده نيكست فريم او بريفيوس فريم، ودي اللي احنا هنحتاجها في الدروس، نيكست وباك، نيكست ايه وباك عشان بيوديني الفريم اللي بعده والفريم اللي ايه اللي قبله. وهنا رقم الفريم بتاعي اللي هو رقم واحد او الرقم اللي انت هتكتبه حسب، انا عايزه يروح رقم لفريم رقم ايه 10. تمام كده، دي اول اختيار. طبعا شكل الكود بالمكتوب هنا ده الكود بتاعي، وده حاجه اسمها اون ريليز، ده الحدث. الاون ريليز ده الايفنت بتاعي، يعني ايه؟ ده اللي هيعمله الطالب، والاون ريليز ده زي الاون كليك كده، زي الكليك لما بتضغط بالماوس شمال خلاص، ده الايه؟ ده الاون ريليز. هنا ممكن بريس بزرار، هنا الرول اوفر والرول اوت والدراج
ودراج دروب، دراج اوت ودراج اوفر اللي انت تسحب، وهنا الكي بريس. الكي بريس دي عشان الاخوه اللي هم مثلا معاقين او الاخوه المكفوفين، فهو بيستخدم الكي، فبيقول له اضغط رقم واحد او اضغط رقم اتنين او اضغط اف او اضغط جي. فانا ممكن اعملها هنا عشان الحاجات الخاصه بالاكسسبيليتي. لو فتحنا كده خلاص كومبوزر كده اللي انت بتختار حاجه معينه او بتالفها انت مثلا معين، هنا بتالف بقى انت او انت تكون مالفها في الكود، انا مش محتاجها، لا انا احتاج اللي هي الاون ريليز، هقف على الكود كده يظهر لي الخصائص بتاعته، هقف على الاون ريليز يظهر لي الخصائص بتاعته. خلينا نشوف الحاجه دي عملناها ازاي. خلينا نعمل كنترول اس نسيف ونعمل كنترول انتر عشان نجرب السين كلها مع بعضيها. دي الانترو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده خلاص، ودي بدايته، هضغط عليها. ايه الحلاوه دي؟ شفتوا بقى المفروض العوده دي ابدا ارجع ليها. خلينا نربط العوده، هخش كده ادوس ليسون نفس اللي عملته هنا، هقف على العوده واتاكد ان انا واقف على الزرار، واختار ويندو اكشن خلاص، جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول جو تو، اخترتها دبل كليك عليها، اخترتها نزلت الاون ريليز، هختار من هنا جو تو اند بلاي، واختار من هنا اللي هي تبقى اندكس، يروح للاندكس العوده خلاص، واختار من هنا الفريم نمبر هسيبه زي ما هو، يعني دول ما بختارهمش، هختار بس اغير من هنا واروح اقفل من هنا كده واسيف واعمل كنترول انتر. خلاص دخلت كده على الشاشه الاولانيه زي ما انتم شايفين، دخلت من هنا رجعت للعوده، دخلت من هنا رجعت للعوده، تمام كده. اخر حته بقى معايا وبعد كده يبقى الكود ده خدناه، ده الكود الجنرال اللي احنا بناخده. هقف على الزرار بتاع نيكست واختار اكشن، تمام كده، واختار اكشن سوري، وبعد ما اختار اكشن انا واقف على زرار النيكست هختار جو تو خلاص، واختار هنا بقى، هنا هنسيبها كارنت سين في نفس السين بتاعتي، بس هنا هخليها نيكست فريم اللي هو الفريم اللي بعده، هو شالك كده على طول هيحرك لك للفريم اللي بعده، فهتلاقي زرار النيكست ممدود لاخر المشهد، بتعمل له كود واحد بينقلك فريم فريم خلاص. ونفس الفكره زرار الباك منقول لكل من اول المشهد لاخره بيعمل لك فريم فريم، هتقف عليه هتدوس ويندو اكشن خلاص جو تو جلوبال فانكشن تايم لاين كنترول، انا بكرر عشان الناس ما تنساش، جو تو اند بلاي، جو تو اند بلاي كارنت سين في نفس السين بتاعتي اللي هو بريفيوس او باك سين، وادوس كده وكنترول اس واجرب المشهد بتاعي زي ما انتم شايفين. بجرب انا الدرس كله كده بتاعي خلاص، هبدا كده اهو بدايته، اخش هبدا ده النيكست مثلا بيقلب لي النيكست اهو، طبعا هو بيقلب نيكست كده فاضي، طبعا اهو بيقلب الباك عشان هو وداني على فريم تاني او فريمات تانيه الفاضيه اللي احنا لسه ما كملناهاش هنا. وكده يبقى انا ربطت الشاشات وربطت الدروس في نفسها او الدرس نفسه، عندي مليون درس بقى اقدر اربطه زي ما انتوا ايه شايفين كده.